طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة التي نسلط فيها الضوء هذا المساء أيضا على أبرز تطورات الآتية من السودان. نبدأ بالعناوين. رغم الهدنة المعلنة الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع وشظاياها تصل إلى دارفور. جوبا تعلن نجاح مساعيها لتمديد الهدنة في السودان، وضوء أخضر من البرهان للقاء حميتي خارج الخرطوم. منظمة الصحة العالمية تتوقع الأسوأ في السودان، حصيلة الوفيات سترتفع بالرصاص والأمراض ونقص الخدمات. الفوضى الأمنية تفتح مساراً لأنصار النظام السابق خارج السجون، الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات، والبشير راقد في المستشفى. دخل وقف إطلاق النار المعلن في السودان يومه الثاني، لكنه ما زال هشا وسط أنباء عن مزيد من الضربات الجوية والمعارك التي تركزت في محيط مواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومقر القيادة. وتبادل الجيش وقوى الدعم السريع الاتهامات بخرق وقف النار. الجيش قال إن خروق من وصفهم بالمتمردين للهدنة مستمرة، واتهمهم بسرقة مواد غذائية وشاحنات لاستغلال في نقل الذخائر من كردفان ودارفور، معتبرا إياها أهدافا عسكرية. وأشار إلى تمركز عناصر قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية لاتخاذ المدنيين دروعا بشرية. وفي سياق متصل امتدت الاشتباكات ووصلت إلى شمال دارفور قرب الحدود التشادية، وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود تقارير تفيد بتسلح قبائل وانضمامها إلى القتال. من جهتها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق الهدنة ومهاجمة مواقع تمركزها بالقصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا وعدد من المواقع بالمدفعية والطيران الحربي، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الخروق المستمرة وفق وصفها. تعبنا، نحن ما حنطلع من بيوتنا، من بيوتنا ما حنطلع. لو قالوا نحن حنطلع ما حنطلع من بيوتنا، نحن حنموت في بيوتنا. الموت واحد، احنا اولادنا بيقوموا من الصباح عشان يجيبوا لنا مويه لغايه بالليل، مويه عشان نشرب، احنا ما لاقين حد. وين حد؟ وين يا برهان؟ حد وين يا حميتي؟ يا اخي خافوا الله فينا، خافوا الله فينا، لا حول ولا قوه الا بالله. الزول يدعيكم يقول فيكم شنو؟ ما في خدمات. الهدنة دي عشان تقدم للناس خدمات، الناس تطلع تشتري معايشة وترجع، لكن اوريدي الناس ما في واحد هنا، لأنه ذاته لازم بيقول ما بنطمئن. دي الهدنة الثالثة احتمال أول هنا، لكن برضه ما بنطمئن. يعني مبارح بالليل لحد الصباح كان ما في شيء، لكن حس دي لو خدت ضرائب وتسمع صوت المدافع وصوت غيره وغيره وغيره. إذا الهدنة دي ما مستفيد منها أي زول. أعلن وزير خارجية جنوب السودان أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد دعم سريع محمد حمدان دقلو وافقا على تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة في سبيل إتاحة المجال أمام قادة الإيجاد للوصول إلى الخرطوم. جاء ذلك خلال اتصال بين رئيس جنوب السودان سالفا كير ماياردييت مع البرهان وحميتي. وفي ذات السياق كشف وزير الخارجية أن البرهان أبدى موافقته على لقاء قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو خارج الخرطوم، فيما المحاولات مستمرة لإقناعه باللقاء أي حميتي. وأشار إلى أن رئيس جنوب السودان اقترح على البرهان عقد اللقاء مع حميتي خارج الخرطوم في بلد يوافق عليه الطرفان في دولة من دول الإقليم. على كل، معنا الآن من جوبا عبر الهاتف وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو. سيد دينغ، أهلا بك معنا في هذه التغطية المفتوحة على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. نبدأ مع حضرتك من المعلومات التي تحدثتم عنها، تحدثتم عن أن البرهان وافق على لقاء قائد الدعم السريع في منطقة أخرى بوساطة من جنوب السودان، نستفهم حول هذه النقطة. أولاً
في 16 من أبريل رئيس الدولة التقى باجتماع شخصي واتفق على إرسال وفد رسمي إلى الخرطوم سكرتير الرئيس قدم وأفاد ذلك إلى البرهان ودولة الرئيس يستمر التفاوض نيابة عن إيغارت. رسالة اليوم هي أن الرئيس مدد الاقتراح وقدمه لرئيس البرهان وحميدتي وأن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر من دون إجراء محادثات وغياب المحادثات سيزيد الأمور تعقيدا. فقدم المقترح للبرهان وكذلك للجنرال محمد حمدان دقلو والمقترح هو التالي. طالب الرئيس بأن تجري محادثات بين القائدين حول كيف يمكن إيقاف الحرب. ثانيا هذا الاجتماع المقترح يمكن أن يكون في داخل السودان أو خارجها وأن قادتنا لم يغادروا جنوب السودان أبدا ولكن يمكن أن يغادر السودان إذا ما وافق على هذا المقترح. ورئيسنا تحدث مع الرئيس البرهان والبرهان تلقى هذا المقترح وقال سنرد لرئيس سيلفاكير كما أن أحمدتي. فالمسؤول عن اتصالاتنا في الخرطوم يحاول الوصول إليه وليقدم له المقترح الخطي كما قدمه للبرهان وهذا هو جوهر الرسالة. معالي الوزير فقط للتأكيد البرهان يعني رحب بالطرح ولكن لم يعرب عن موافقته أو هو وافق فعليا على لقاء مع قائد قوات الدعم السريع؟ رحب رحب بالمقترح وأنه يتماشى مع رغباتهم في إنهاء الحرب وتعرفون بأن البرهان أحمدتي كان طرفا في الاتفاق الذي ساعدنا في جنوب السودان لتحقيق السلام خلال الحرب. فالرئيس سلفا بأنه رئيس جنوب السودان يتحدث نيابة عن الإيغارت ناشد الطرفين البرهان وكذلك الجنرال أحمدتي لكي يوافقا على هذين المقترحين. اللقاء بينهما والرئيس سلفا مستعد للسفر إلى الخرطوم. معالي الوزير يعني نحن فقط نؤكد على ما يبدو اعتذر على المقاطعات نؤكد فقط أنه البرهان رحب بالطرح ولكنه لم يوافق إلى الآن وأيضا تحدث حضرتك عن أنه في اتصالات جارية بين الرئيس سلفا كير وقائد قوات الدعم السريع. لماذا لم يحصل على جواب من حميدتي أصلا أو على الأقل على ردة فعل على هذه الوساطة طالما الاتصالات موجودة؟ هناك صعوبات دائما في أوقات الحرب. هو لا يمكث في مقر واحد. نحن نقدر الوضع وعندما تمكن رئيس سلفا من الوصول إلى البرهان وأيضا تواصل مع الأشخاص الذين هم على صلة بحميدتي. فالرئيس البرهان كما قلنا رحب بالمقترح
ولكن عليه أن يعيد الرد بشكل رسمي إلى رئيس سيلفا. طيب، أيضا من ضمن المقترح، هل يشمل لقاء مباشر فقط بين طرفي النزاع بشخصيهما سيد البرهان أو سيد حميتي، أو أنه يمكن أن تكون هناك بدايات بلقاءات بين ممثلين عن الطرفين؟ المقترح الرئيس سيلفا كير، وهو على دراية بما يجري حاليا، فيمكن أن يكون هنالك وفد بين الطرفين ليأتي الرئيس لاحقا للقاء المباشر. فالمهم بدأ المحادثات، وربما يبتدأ المحادثات بممثلين عن الطرفين. طيب، تحدثتم عن أنه بالنسبة لطرحكم أنتم لا مشكلة إذا ما جرت هذه المفاوضات داخل السودان أو خارجها، ولكن فعليا بالنسبة للسيد البرهان طالما هو رحب بهذه المبادرة، هل تم اختيار أي منطقة سوف يتم فيها أي مفاوضات إذا ما حصلت؟ لم يقوم باختيار أي مكان، وحتى نحن لم نقرر المكان سواء في الداخل داخل السودان أو في المنطقة. أي مكان مقبول لهما سيكون هو المكان الذي ستجري فيه هذه الإجراءات للمضي قدما، وقد عبرنا عن ذلك لأمانة الرئاسة أو للإيغارت، ونحن بانتظار الرد من السودان، وحالما نحصل على الرد الرسمي للتعبير عن الموافقة على هذه المبادرة، سواء كان اللقاء داخل السودان أو خارجها، فسوف نصل ذلك إلى الإيغارت. نعم. طيب، هل حصلتم على تأكيدات من الطرفين على تمديد الهدنة ل 72 ساعة إضافية، أو حتى هذا الموضوع ليس عليه تأكيدات إلى الآن؟ الرئيس قدم مقترح تمديد الهدنة 72 ساعة بداية من 28 من أبريل، ورئيس اليوم حتى الطرفين حيث تحدث مع رئيس البرهان لكي يتم مراجعة وقف اطلاق النار الحالي لكي يتمكن الأشخاص من مغادرة هذه المناطق، وكذلك لإيصال المؤن أو المساعدات إلى المدنيين ولنقل الجرحى والمصابين للمستشفيات أو حتى المرضى، وكذلك كل من انفصل عن عائلاته لكي يتم إعادة شملهم، لأن مقترح 72 ساعة لم يتم التأكيد عليه بعد ولكنه قدم إلى الطرفين. لا تأكيد من الطرفين. الرئيس البرهان تلقى الطلب، ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن رد أي من الطرفين لأن وقف إطلاق النار لم يتم الاتفاق عليه والموافقة عليه من قبل أي من الطرفين. طيب، بالنسبة لدور الإيجاد، أيضا تحدثت المعلومات عن أن الهدف كذلك هو إدخال بعثة للإيجاد إلى داخل السودان، تحديدا إلى داخل الخرطوم. هل هذا ضمن المقترح الذي تقدمتم به معالي الوزير؟ لم يكن هذا المقترح، بل هو قرار من الإيغارت في اجتماع الحكومة في 16، والرئيس سيلفا كير تحدث مباشرة مع البرهان وعبر عن نفس الشيء إلى الجنرال حمدوك أو جنرال حميتي، وعبر عن نفس الرسالة لحميتي في نفس اليوم بعد قرار حكومة الإيغارت في 16 من الشهر، فأبلغ الطرفان وحالما يكون هناك وقف إطلاق النار، فرئيس سيلفا وموليم روتو ورئيس جيبوتي سيذهبون إلى الخرطوم وسيتم الاتفاق حينها. يعني في نية للذهاب إلى الخرطوم بوقت قريب، ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان، ولكن أيضا في تعاون مع دول أخرى كما قلت. نعم، ما يقوم به رئيس سيلفا
هو قائد الفريق لرؤساء دول الحكومات عازمين السفر إلى الخرطوم. وخلال اللقاء الافتراضي تم الاتفاق بأن الأعضاء الثلاثة من الإيغارت ورئيس سلفا رشح للذهاب أيضا، لأنه على دراية بطبيعة ما يجري وكل الأوضاع في السودان. ورئيس سلفا سيقود الفريق، ورئيس روتو ورئيس جيبوتي، وكل ذلك عبر عنه لرئيس برهان ودقلو. هل من أطراف أخرى إقليمية ودولية أيضا مشمولة بجهودكم في جنوب السودان، أو أنكم فقط الآن تنسقون مع جيبوتي والإيغاد؟ رئيس سلفا رحب نيابة عن الإيغارت، رحب بالجهود الدولية والإقليمية التي ستساعد في إيقاف الحرب في جمهورية السودان. كما تذكرون كان هنالك اجتماع رئيس الاتحاد الأفريقي، حضره أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك وزير خارجية الولايات المتحدة كان حاضرا، ووزير خارجية بريطانيا ومن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ووزير خارجية مصر كلهم حضروا الاجتماع. والمحادثات كانت تدور حول وقف اطلاق النار، وقف العمليات العدائية، واستئناف محادثات السلام في أسرع وقت. وبالتالي الرئيس سلفا رحب بكل هذه الجهود، من ضمنها وساطة المملكة العربية السعودية وأمريكا لوقف اطلاق النار. ونحن ممتنون لكل هذه الجهود. طيب معالي الوزير، نقطة أخيرة حول اللاجئين السودانيين على الحدود معكم، كيف يبدو الوضع هناك؟ تقديرات الأمم المتحدة تذهب للقول أن الرقم أصبح تقريبا نحو 4000 من اللاجئين، ما هي الأوضاع على حدودكم؟ هذا سؤال وجيه جدا، وهذا هو أحد أسباب التي دفع جنوب السودان، لأن انعدام الاستقرار للحرب في السودان ستؤثر علينا كما ستؤثر على بقية الدول المجاورة للسودان. هناك أشخاص كثر يحاولون عبور حدودنا سواء من السودانيين، وكذلك لدينا حوالي 2 مليون من سكان جنوب السودان من يعيشون في السودان. فهنالك تدفق كبير جدا للاجئين عبر حدودنا، والحكومة إلى جانب المنظمات الدولية قمنا كل ما بوسعنا لاستقبالهم لكي يحصلون على المياه والطعام والملاذ الآمن. نعم. كما أن هنالك جنسيات أخرى عبرت حدودنا وتستقبلهم حكوماتهم هنا، وهنالك مناطق لاستقبال تلك الحكومات لمواطنيهم أو جالياتهم. هل لديكم مخاوف في حال استمر هذا الصراع داخل السودان أن يكون لديه انعكاسات على بلادكم، وإذا ما وجدت أي نوع من الانعكاسات؟ أي استمرار لهذا النزاع سيؤثر علينا، يؤثر على جنوب السودان. أولا لدينا حدود طويلة جدا بيننا وبين السودان، ولدينا أكثر من 2 مليون من مواطنين يعيشون في السودان، وحتى اقتصادنا مرتبط بشكل جذري مع السودان وشركنا في النفط، أيضا مع جمهورية السودان وصولا إلى ميناء السودان على البحر الأحمر. فبلا شك ستؤثر علينا، ولكنها أيضا ستسبب انعدام الاستقرار في المنطقة وانتشار القتال قد يشمل المنطقة بأكملها، ونحن قلقون جدا من ذلك. ولهذا السبب فإن رئيس سلفا كير ناشد هذان الشقيقان رئيس البرهان
الجنرال محمد حمدان دخله لوقف الحرب ولاستئناف محادثات السلام لكي يتحقق الاستقرار لشعب السودان مرة أخرى. أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في الأخبار الليلة عبر شاشة الحدث مع معالي وزير خارجية جنوب السودان دينك دا. شكرا جزيلا. الله أكبر. منتظرين. الله أكبر. 110 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر حمد أحمد. الله أكبر. جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. جبل واحد شعب واحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أسود والله. الله أكبر. منتظرين. الله أكبر. 110 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر حمد أحمد. الله أكبر. جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. جبل واحد شعب واحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أسود والله. أسود. الله أكبر. منتظرين. الله أكبر. 110 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر حمد أحمد. نتابع في المزيد حول أوضاع اليوم والمشهد في داخل السودان مع مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب التي تنضم إلينا هنا في الاستوديو. مساء الخير لك لينا. يعني نحن نقترب من نهاية هذه الهدنة من 72 ساعة مع حلول الغد. كيف يمكن وصف المشهد الميداني اليوم؟ أهلا بك لارا. مجددا هناك اشتباكات حدثت اليوم في المواقع التي كانت تحدث فيها اشتباكات خلال الأيام الماضية رغم وجود الهدنة، خاصة محيط القصر الجمهوري، محيط القيادة العامة. ذات الأمر اليوم يتكرر، ويبدو أن الجيش السوداني أصدر اليوم بيانا قال فيه إن قوات الدعم السريع تحاول التقدم تجاه القيادة العامة وإطلاق نار هناك، رغم السيطرة التي كانت للجيش داخل القيادة العامة والسيطرة للدعم السريع في محيط القيادة العامة، ولكن يبدو أنه لم يحدث أي تقدم في هذا الأمر منذ 10 أيام. هذا فقط ما يؤكده لي البيان بأنه رغم الاقتتال الذي يدور يبدو أن كل طرف الآن هو في ذات الموقع الذي كان عليه، على الأقل بحسب شهود عيان في الشوارع السودانية في بحري والخرطوم وأم درمان، وكذلك ما قاله بيان الجيش السوداني اليوم حينما تتقدم قوات الدعم السريع تجاه القيادة العامة وتطلق الرصاص هناك. فهذا يعني أن ذات القتال نفسه الذي دار منذ اليوم الأول يدور حتى هذا اليوم دون تحقيق أي مكاسب حقيقية على أرض الميدان. يعني نتحدث عن القيادة العامة والقصر الجمهوري وهذه المنطقة وحتى المطار، ولكن أيضا ابتعادا قليلا عن هذه المنطقة كما قلت بأم درمان مثلا بالأمس كان في تطورات خطيرة يعني ولافتة وحتى مؤلمة بالقصف. اليوم كيف يبدو الوضع هناك؟ قبل قليل كنت أتحدث مع أحد الزملاء في مكتبنا الصحفي شهدي نادر وهو موجود في أم درمان. كنت أسمع أصوات الرصاص وهناك ربما مضادات للطيران تختلط طبعا على السكان أنواع الأسلحة المستخدمة، ولكن هناك الآن حالة من الاشتباك في موقع ما في أم درمان ويسمعه الساكنون في هذه المنطقة. هذا يعني أن هذه الهدنة التي كنا نتحدث عنها لن تكون سارية بذات المفهوم الذي كان لدينا في السابق،
بإيقاف إطلاق النار في كل الأماكن بحرية الحركة. لاحظنا قبل قليل هناك حرية في الحركة في جسر الفتحاب، وهذه لأول مرة لاحظنا أن هناك عربات قليلة جدا تمر وحركة للأفراد، وهذا يعني أمر مستحسن وأمر جديد. هناك قلق كان خلال الأيام الماضية والفترة الماضية بأن يتنقل المواطنون من هذه المدن الثلاث بين الخرطوم وبحر وأم درمان، لكن هذا الجسر كان مفتوح ويبدو أن الحراسة فيه قليلة ليست مثل السابق. كان يتمركز الدعم السريع في جانب والجيش في جانب، ثم بعد ذلك كان الجيش يسيطر عليه، وفي وقت من الأوقات في أم درمان كانت عربات الدعم السريع هي المنتشرة. حالة الخلط هذه، من يسيطر على ماذا؟ يعني كانت فيها ربكة وفيها تناقض، ولكن اليوم تبدو حركة المواطنين أفضل من السابق على الأقل ما شاهدناه في هذه المناطق. يعني كنا نسأل عن أم درمان لأنه اعتبرناها بالبداية بعيدة نسبيا عن المواجهات، ولكن سرعان ما امتدت إليها. بس تقولين أنه حركة المواطنين أسهل نوعا ما نسبيا، بس بنفس الوقت هل الحركة إلى داخل الخرطوم سهلة؟ أنا أتحدث هنا طبعا عن المساعدات، الإمدادات، البضاعة، كل ما كان يصل إلى الخرطوم، هل في إمكانية لوصوله الآن أو لا؟ طبعا لارا، في الوقت في الأيام الماضية كان المواطنون موجودون في منازلهم لا يبتعدون كثيرا لأنهم لا يستطيعون الحصول على هذه الأشياء، ولكن هذا الحصار الغير مباشر المفروض عليهم جعلهم اليوم يتحركون من منازلهم، يتجهون إلى المحال التجارية، يذهبون إلى بعض محطات الوقود. لاحظنا أن محطات الوقود كان فيها يعني ازدحام كبير اليوم، كانت هناك صفوف كبيرة، هناك شح في الوقود، ولكن حركة المواطنين يبدو أن هذا الحصار جعلهم في النهاية يحتاجون إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. بدأوا بالحركة. بالمناسبة لنا نحن نعرض صور الجسر الذي تحدثت عنه، نعرضها الآن على شاشة بس لنفهم منك، جسر الفتح صحيح؟ نعم، جسر الفتحاب. نعم فتحاب. ما أهمية هذا الجسر؟ هو يفترض يوصل بين الخرطوم وأم درمان صحيح؟ صحيح بالضبط. والأهمية له يعني اليوم إذا سلكوه يمكنهم الانتقال أو الخروج من الخرطوم تماما أو فقط الانتقال بين يعني مناطق معينة؟ كل ذلك ممكن. يعني المواطنين من أم درمان بإمكانهم الذهاب إلى ولايات محددة، ولكنهم إذا جاءوا إلى الخرطوم أيضا بإمكانهم التنقل في الخرطوم، لأن هناك كثير من الأسر التي تقطن الخرطوم كانت أيام هذه الاشتباكات مثلا موجودة في أم درمان. بالتالي هذا يساعد على الأقل للحركة من أم درمان إلى الخرطوم، ونلاحظ أنها بسيطة ولكنها موجودة، وهذا يشير إلى تحسن قليل على الأقل في الحصار العسكري المفروض في شوارع الخرطوم وعلى الجسور. هذه الحركة وأهمية هذا الجسر ليست أهمية عسكرية، هي أهمية مدنية. هو جسر يعني يتنقل فيه المواطنون بصورة طبيعية ويكون مزدحم بصورة يومية. نعم. حينما تغلق هذه الجسور فهذا يعني حصار غير مباشر. نعم. عليهم. حتى ما سألتيه من الإمداد للغذاء، عمل الشركات، وصول الأدوية للصيدليات، كل هذه الأمور يعني تتم. هناك كثير من الشركات موجودة في أم درمان ولا بد أن تأتي إلى الخرطوم والعكس صحيح. فتعقيدات هذا الأمر كانت في هذا الجانب، إغلاق الجسور وإغلاق بعض الطرق. طيب لينا، هل في معطيات واضحة حول ما يحدث بالجنينة بدارفور؟ لأنه في تضارب أنباء طبعا، ولكن في تحذيرات كبيرة مما يحصل وخوف هناك. ماذا فعليا يوجد من معلومات؟ أقول دائما لارا، حينما يكون الأمر متعلق بدارفور صحيح من ناحية صحفية لا بد أن نتأكد، ولكننا دائما ما نعتقد أن هذا الخبر صحيح، لأنها من أكثر المناطق التي يمكن أن تشهد فيها هذا النوع من الاشتباكات، هذا النوع من الصراعات. الاشتباك اليوم بين الدعم السريع والجيش السوداني ليس اشتباك قبلي، هناك كثير من أفراد الجيش يأتون من الولايات السودانية المختلفة بما فيها دارفور، أي أن هذا الصراع الذي يدور الآن ليس صراع قبلي على الإطلاق ولا يمكن وصفه كذلك. رغم أن الدعم السريع معظم تكوينته هي من دارفور، هو أنشئ هناك وجاء هناك، ولكن ربما أيضا لبعض المرتبات التي كانت تدفع لأن أوضاعه المادية أفضل مثلا من أوضاع الجنود في الجيش السوداني، كانت هناك حركة تأتيه أو ترقلات تأتيه من ولايات أخرى، أي أنه لم يعد فقط من دارفور. مع ذلك لأن تكوينة دارفور موجودة، لأن تكوينة الدعم السريع هي من دارفور، من السهل جدا أن يكون هناك الصراع قبلي.
وليس صراع بين الجيش والدعم السريع. هذا هو الفرق بين ما يحدث في الخرطوم وما يمكن أن يحدث في مختلف ولايات دارفور. وهذا ما في تحذيرات منه يعني خاصة اليوم بما يحصل. هل في أي معطيات أو مؤشرات عن أن الأمور الآن بدأت تتحول إلى صراع قبلي بدارفور أو ليس بعد؟ ليس بعد. أنا لا يمكن أن أربط الآن ما يدور في الخرطوم بما يدور في دارفور، لأن دارفور هي نقطة اشتعال، خاصة غرب دارفور منطقة الجنينة كانت هناك فيها كثير من الصراعات، وكان قائد الدعم السريع ذهب إليها، وقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة زارها أيضا، كان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أيضا في الجنينة لمحاولة حل هذه الصراعات. ولكن بعد النظر وبعد التأكد وبعد رؤية بقية ولايات دارفور يمكن بعد ذلك الحكم، هل هذا صراع ممتد لصراع الجيش والدعم السريع أم أنه جزء من الصراع الذي يدور عادة في دارفور؟ يعني فعليا أسئلة كثيرة باقية. فقط يعني نعود إلى المدنيين بالخرطوم بشكل خاص، لأنه مشهد الحرب لم يكن موجودا يعني بالذاكرة حتى، على خلاف ما مشهد بدارفور. ولكن بنفس الوقت كيف يتعاطى الآن السودانيون داخل الخرطوم مع هذا الواقع الجديد؟ هل في قدرة على التأقلم؟ هل كسر حاجز الخوف؟ لأنه حكي بوقت سابق أنه من كثرة الخوف الناس بقيت في بيوتها أصلا، لم تتمكن من الحركة. ربما هو أمر في طبيعة الإنسان، يعني لا أقول لك أن الإنسان يستطيع أن يتأقلم مع الحروب، ولكن مشاعر القلق والخوف والبكاء التي كانت في أول يوم هي ليست في مثل هذا اليوم، إلا بالأسباب المتعلقة بفقدان الأحباء، بالإصابات، بالجرائم التي ترتكب، هذا أمر آخر. ولكن هذه الأصوات وهذا الإحساس بأن وسط الخرطوم هي الآن أصبحت منطقة حرب، ليست مناطق عسكرية، إنما كل الخرطوم هناك قلق وهلع وخوف وبكاء وحزن. لكن يبدو، لن أقول أنهم يتعودون على الإطلاق، ولكن يبدو أن هذا الأمر الذي اعتادوا عليه خلال الأيام الماضية جعلهم ربما يحاولون التفكك من هذه القيود، ويحاولون العودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، بالبحث عن الوقود، بالوقوف في صفوف الخبز، وهو أمر لم يكن يحدث في الثلاثة وأربعة أيام الأولى. الآن هناك محاولة للحركة عبور الجسر، وهذا أمر صعب للغاية، أن يفكر مواطن أن يعبر الجسر لأنه لا يعلم ما الذي سيجده بعد عبور هذا الجسر. من سيجد؟ سيجد الدعم السريع أم سيجد الجيش؟ أي عربات سيجدها؟ كل هذه القلق الآن أصبح المواطن عليه أن يتحرك وعليه أن يواجه مصيره بشجاعة أكثر من التي كانت في السابق. إلى جانب الأطراف المتنازعة، كثير من التقارير تتحدث عن النهب والسلب، حتى طعن كذلك بالشوارع. للأسف صحيح. ماذا يحصل؟ يعني هل عرف من هي هذه الأطراف؟ هل يمكن ربطها بأحد؟ هل ترتبط بالسجون التي فتحت؟ بمن؟ هو أمر محزن جدا لارا، لأننا نعرف حتى ضحايا هذه الجرائم. يعني نحن الآن لا نتحدث عن مقاطع فيديو فقط نراها ولا نعلم من هم، نحن في كل يوم نعرف شخص ما تعرض محله لنهب أو أنه تعرض لضرب. وأنا دائما حذرة في هذه النقطة وأقول أنني أنقلها على شهود عيان، بأنهم يقولون أن قوات ترتدي زي الدعم السريع هي التي قامت بارتكاب هذه الجرائم. الدعم السريع يقول إن أفراد يرتدون زيه ويقومون بفعل هذه الجرائم. هذا جدل، يعني نحن لسنا في موقع تحقيق أو قضاء لنعرف يعني من الأصوب، ولكن شهود عيان يقولون أن عربات الدعم السريع جاءت وأخلت المناطق في وسط الخرطوم وطلبت من الأسر المغادرة، أنها قامت بسرق كثير من المحال. هناك محال لارا حتى هي ليست في وسط الخرطوم، هي في أحياء نحن نعتبرها أو نسميها كمواطنين سودانيين راقية في الخرطوم، أي أنها محلات غالية الثمن. هذه المحلات نهبت، هي محلات ذهب، محلات شراء موبايلات، يعني محلات تحوي أشياء غالية الثمن، يعني ليست محلات صغيرة أو ليست محلات عادية. حتى هناك مول وهو مشهور سوق تجاري معروف وهو سوق عفراء أيضا تعرض لنهب. حالة النهب هذه حقيقة كانت تحدث قبل إطلاق سراح السجناء، ولكن طبعا بعد إطلاق سراح السجناء ستزيد، وهذا أمر معروف، لأن معظم المساجين سبب سجنهم بحسب مصادر شرطية هي السرقة.
وبدافع السرقة وجرائم شيكات، يعني جرائم متعلقة بالأموال أكثر من أنها جرائم قتل أو جرائم لديها دوافع أخرى. فهذا يشير إلى أن هذه الحالات ستزداد مع مرور الأيام، خاصة من الذي سيلقي القبض الآن على آلاف النزلاء الذين فروا من السجن؟ هو يعني مازال السؤال الذي يطرح نفسه، أين الشرطة؟ أين الشرطة اليوم؟ الشرطة هي أصدرت بيان، طبعا بيان متأخر، لكن لارا يعني اسمحي لي قبل أن أعلق على بيان الشرطة دعيني أعلق على بيان الجيش. بيان الجيش يقول إن وزارة الداخلية ليست تابعة له، وهذا في الحقيقة تصريح غريب. السلطة الانتقالية كل الوزارات في السودان هي تتبع للمكون العسكري، تتبع للجيش السوداني في هذه الفترة التي لا يوجد فيها حكومة مدنية. يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يمر مرور الكرام بالنسبة للسودانيين. الجيش السوداني هو الذي يسير الآن، يعني لمن يتبع وزارة الداخلية؟ كيف لا تتبع للجيش؟ لا، الجيش الآن هو الذي كان يقود هذه العملية الانتقالية، هو المسؤول عن حال المواطن خلال السنة الماضية، تتبع له وزارة الداخلية. تملص الجيش من هذا الأمر لا يعد يعني مقبول بالنسبة للمواطن وبالنسبة حتى للإعلام والصحافة يعني. فهذا هو البيان الأول. البيان الثاني الذي أصدرته الشرطة أعتقد أنه أخف حالا من البيان الأول. الشرطة السودانية تتحدث عن مداهمة لخمسة سجون معظمها في الخرطوم، وهناك أيضا في أم روابة والأبيض في كردفان. فهذا الأمر أيضا يقول يعني يشير البيان بصورة واضحة إلى أن يعني إمكانياتهم محدودة، وأنهم في حالة حرب، وأن هناك قوات جاءت وداهمت هذه السجون وقامت بإطلاق سراح النزلاء، وأنها أيضا أطلقت النار على عدد من الضباط الذين يحرسون هذه السجون. هناك لارا أسباب مختلفة لهذا الأمر. السبب الأول، في أول مداهمة للسجن كان السبب هو إطلاق سراح النزلاء دون وجود أي مشاكل داخل السجن. نعم. السبب الثاني كان هناك قرار من إدارة هذه السجون بإطلاق سراح السجناء لأنه لا يوجد غذاء وماء. بعد ذلك حدث هذا النوع من الفوضى في مختلف السجون، وهو الأمر الذي جعل يعني أن يطلق سراح نزلاء آخرين، بأن نشاهد أمس ما حدث في سجن كوبر، وأن هناك قيادات من النظام السابق قالت إنها تحمي نفسها إلى حين يعني أن تطلب جهة ما المثول أمامها للعدالة، لأنه لم يعد غيرها متبقى في هذا السجن. كل هذه الأمور هذه حالة فوضى، ولكن في وجهة نظري يعني الشخصية، وأنا فقط في هذه الجزئية أحلل، أن الجيش هو المسؤول عن الشرطة، وتملص مسؤولية الجيش عن الشرطة في هذا التوقيت غير سليمة. شكرا جزيلا لك لينا على كل هذه الإيضاحات. في الاستوديو هنا إذن كانت معنا مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. شكرا لك.
لقينا جمع كبير جدا من اولادنا ديل واخواننا في الشارع، عدد كبير جدا، وسالناهم قالوا هم كانوا في سجن صوبة وفكوهم الحمد لله. التقينا اخونا منو؟ علي محمد جمعه اخوان. مرحبا بك يا علي. طيب انتوا شايف العدد كبير جدا، احنا تخوفنا، قلنا الحاصل شنو؟ ورينا الحاصل شنو يا علي؟ ناس الدعم السريع فكونا من السجن. سجن وين؟ سجن صوبة. الان مش كده؟ الان والناس كانوا جعانين، ما في اكل يا اخي، ما في اي حاجه داخل السجن، ما في اكل، مش كده؟ والناس مقفلين يعني مسجونين ساكت؟ مسجونين جوا ساكت. طيب العدد كم الان اللي تفكى؟ 6000. وبالله انتوا الان في صوبة طبعا في شارع مدني؟ وماشيين وين هسه؟ طيب والحاج يوسف؟ طيب انتوا حقكم تترقصوا في حته نوم للصباح يا جماعه؟ لا لانه بالليل ده ما معروف الظروف. ها؟ نعم يا سادت فوضى عارمة في السودان خلال الساعات الماضية بعد إعلان أحمد هارون أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير فراره من السجن برفقة مسؤولين سابقين آخرين. وأعلن الجيش السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة، نقل إليه من السجن قبل اندلاع المعارك في 15 من أبريل. وكان هارون مسجونا في سجن كوبر في الخرطوم، وهو مطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان. وزارة الداخلية السودانية قالت في بيان لها إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين. وأوضح البيان أن اقتحام كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء. في المقابل اتهمت قوات الدعم السريع قادة الجيش بتنفيذ إخلاء إجبري لجميع السجناء من سجن كوبر بمن فيهم قادة نظام البشير. على كل، نتابع في كل هذه التطورات مع ضيفتنا في البداية من القاهرة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، وضيفنا كذلك من الرياض فتح الرحمن يوسف الصحافي السوداني. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة وفي هذه التغطية. سيد فتح الرحمن، سأبدأ مع حضرتك قبل الحديث عن الداخل، عن الطرح الذي نقلناه قبل قليل عن وزير خارجية جنوب السودان في عرض على الطرفين للقاء في ترحيب من جانب قائد الجيش، ولكن ننتظر يعني أي تصريحات من جانب قوات الدعم السريع. ولكن هل تعتبر هذه مبادرة فعلية اليوم قابلة لأن تكون مقبولة من الطرفين؟ شكرا جزيلا، أهلا بكم على فرصة اللقاء، والتحية لك وللضيفة الكريمة من القاهرة، والتحية لمشاهديك أم الأعزاء على مستوى امتداد بس الحدث. الحقيقة استمعت قبل قليل لدى استضافتكم لوزير خارجية جنوب السودان، نعم، السيد دينك. والحقيقة أن هذا الذي حدث والذي صرح به يعتبر اختراق، لأول مرة اختراق على مستوى مسؤولين أفريقيين، باعتبار أن الاتحاد الأفريقي لم يستطع حتى يتواصل بالشكل المطلوب، لم يستطع أن يستفيد من جهوده وعلاقاته في تطوير عملية التفاوض أو الوصول إلى حل أوسط أو التهدئة بشكل أفضل، باعتبار أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول الأول في أفريقيا بهذه الأحداث. نعم. ولكن أعتقد أنه فشل يعني في احتواء هذا الموقف. ولكن أعتقد رئيس جنوب السودان السيد سيلفا كير يعني استطاع أن يوصل الرسالة بشكل أفضل، ويمكن يكون هذا الاختراق لأنه شعر بأن الاتحاد الأفريقي بطيء في الحركة وغير فعال بالشكل المطلوب، وكذلك حتى دول الإيجاد. يعني كنا ننتظر إيفاد الرئيس الكيني ورئيس جيبوتي ورئيس سيلفا كير قدوم إلى القاهرة وجلوس إلى السيد عبد الفتاح البرهان والسيد حميتي للبحث في إيجاد سبل لحلحلة هذه الأزمة التي نجم عنها قتلى ومصابين على عدد كبير من الناس.
أعتقد أن سيلفا كير استطاع أن يخترق هذا الجدار ويصل برسالة إلى السيد البرهان من خلال وزير خارجيته. نعم. وإن كان الحكم على هذا الحكم على نتائج هذا الاختراق هو لسه هيكون في 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 إطار التوقعات فقط، ولكن أعتقد أنه إلى حد ما يمثل اختراقا لإيجاد سبيل لحلحلة هذا الوضع المتأزم جدا، وهو وضع متأزم لأنه ينجم عنه قتلى وجرحى يعني. أفتكر يعني هذه الفرصة يجب أن يستفيد منها الاتحاد الأفريقي، يجب أن تستفيد منها دول الإيجاد لتطوير وتوسيع هذه الدعوة لترجمتها على أرض الواقع والوصول بالفعل إلى يعني حلقة تواصل ما بين البرهان وحميتي حتى وإن كان خارج البلاد، ولكن الحكم على نتائجها حتى الآن لا أستطيع أن أفتي فيها. طيب، سأذهب إلى الأستاذة أماني بنفس الموضوع. السيد فتح الرحمن يعتبر هذا الموضوع خرق ما طرح من جانب جنوب السودان، هل في أمل معقودة على قبول الطرفين؟ يعني السيد البرهان رحب ولكن ليست هناك موافقة نهائية، ماذا عن قوى الدعم السريع برأيك؟ أستاذة أماني، أهلا بك لارا. أهلا بك لارا وضيفك فتح الرحمن، أستاذ فتح الرحمن وضيوفك ومشاهدين. الحقيقة صوتك تقطع أثناء إلقاء السؤال. طيب. إذا كنت قد فهمته على وجه الدقة، نعم. فأنا أتوقع أن يكون بشأن فرص نجاح المبادرة القادمة من الرئيس سيلفا كير. صحيح. هذا صحيح؟ صحيح صحيح، ويعني قبول الطرفين بها صحيح. يعني أنا طبعا أرى أن ربما يكون الرئيس سيلفا كير من الأطراف المناسبة جدا للعب هذا الدور في السودان في هذا التوقيت، نظرا لعدد من الأسباب. أولا أنه كان عنده مجهود سابق في إطار اتفاقية جوبا أو جنوب السودان. ثانيا كل من السودان وجنوب السودان الحساسيات بينهم الحقيقة مفقودة، يعني هم أبناء بيئة واحدة وأبناء الوطن الكبير، فيستطيعون أن يفهم بعضهما البعض. فيما يتعلق بالاستجابة، وطبعا أنا أعتقد أن سيلفا كير هيكون مدعوم على نحو ما من الإيجاد أو الاتحاد الإفريقي في مثل هذا الدور، وهو يعظم من فرص نجاحه أيضا. هو بالفعل الإيجاد موجودة في هذا الطريق. نعم. فيما يتعلق بالاستجابة، أنا أتوقع ألا تكون فورية. يعني إحنا لاحظنا النهاردة أن في ضرب بالطيران في مودرمان، ولاحظنا بالأمس أن حصل فك لسجن كوبر بالتحديد. أنا ما يهمنيش أي سجن تاني إلا سجن كوبر، وده له دلالته السياسية. فأنا أظن أن الأوضاع الميدانية على الأرض لم تترتب بعد طبقا لمرئيات الطرفين، وانه من المبكر نسبيا انه يتم القبول الفعلي. يعني احنا هنسمع زي الهدن كده، هنسمع قبول مبدئي، لكن في لحظه التنفيذ سوف تؤجل او يعني يتم ارجائها بشكل او باخر لظروف ميدانيه او لاي ظروف سوف يتم الاستعانه بيها لارجاء مثل هذه المساله. نعم. الموقف الميداني ما زال الى حد كبير لم يحسم، وبالتالي انا لا اتوقع استجابه فوريه او تنفيذ او اليه فوريه لمثل هذه المبادره الهامه والمطلوبه بالفعل. سيد فتح الرحمن، بموضوع الوضع الميداني، كانت زميلتنا كذلك ألينا تتحدث قبل قليل، يعني خارطة السيطرة لا سيما على المواقع الرئيسية عندما نتحدث عن القيادة العامة أو القصر الجمهوري أو حتى المطار ما زالت تقريبا نفسها منذ عشرات أيام، وبالتالي إلى أي مدى هناك قدرة على الحسم؟ يعني هل يمكن أن يستمر القتال في هذه الطريقة بدون أصلا أي تطور بالنسبة لأي طرف بشكل كبير وحاسم؟ نسأل هنا. نعم. كثير من المراقبين يرون أن مسألة حسم قضية الصراع حول القصر الجمهوري باعتباره رمز السيادة وكذلك القيادة العامة مقر الجيش السوداني
وأضف إلى ذلك يعني المقررات الأخرى الاستراتيجية. حقيقة هذه الشكلية التي نراها اليوم هي كما هي لم تكن هي كما كانت عليه في بداية هذا الصراع. أتوقع أن يكون هناك شكل من أشكال السيطرة النسبية لقوات الجيش السوداني، ولكن لأن الجيش السوداني يتعامل مع الأحداث بشكل فيه يعني بشكل فيه احترافية شوية، باعتبار أنه جيش مدرب يتفاعل مع الأحداث بشكل فيه شيء من التأني لحفاظ الأرواح حول المناطق هذه، لأن هذه المناطق على سيادتها ورمزيتها هي أيضا تقبع في مناطق مهولة بالسكان أيضا، ومهمة جدا التعامل معها بشكل أكثر احترافية، خاصة وهي في تقريبا وسط الخرطوم العاصمة السودانية، ناهيك عن هي ذات رمزية حتى لا يعني يحدث لها يعني تدمير كما حدث لكثير من المواقع الأخرى خارج المنطقة هذه. ونعم هناك ما زال الصراع يدور، ولكن بالمستوى العام أعتقد الجيش يحرز تقدما يوما بعد يوم، ويبدو أنه يعني يفعل آلياته، ويبدو أنه له خطوات ومراحل كما كان يذكرها كل مرة، يعني في كل مرحلة ينجز شيئا ما، لأنه يعني يلتزم بأخلاقيات جبل عليها في القوات المسلحة، الاحترام القانون الدولي، يعني يجب أن يتفادوا ويتجنبوا الضرب العشوائي، يجب أن ينتقوا الأماكن، يجب أن ينتقوا الناس حتى لا يحدث خلط بين المتشاكسين والمدنيين العاديين. أعتقد الموقف هو ليس كما هو عليه الآن، ولكن بشكل عام أعتقد هناك تقدم، وسيستمر الجيش في هذا الاتجاه باعتبار أنه هو صاحب اليد الطولة وصاحب القدرات العالية والمهنية الرفيعة، وبالتالي سيقوم بالواجب الذي منوط به بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة. نعم. طيب اسمح لي أنتقل أيضا، يعني تطول المدة شوي. نعم أستاذة أماني، بالعودة إلى يعني موضوع جنوب السودان، حضرتك تحدثت عن أنه ليس هناك حساسية بين البلدين، وبالتالي أي دور هو مقبول، ولكن طبعا تبعنا دور جنوب السودان بأوقات سابقة سواء بموضوع اتفاقية جوبا أو حتى بالوثيقة الدستورية وسواها، بس اليوم ما هي الأدوات الموجودة بيد دولة كجنوب السودان، حتى بيد الإيجاد أو حتى الاتحاد الإفريقي، للضغط على الطرفين، بغض النظر عن إذا كانا يريدان متابعة هذه المواجهة إلى حين أن يحسم طرف المعركة، ولكن بنفس الوقت هل في أدوات ضاغطة عليهما؟ لا، شوفي، غالبا في مبادرات الاتحاد الإفريقي أو حتى الإيجاد في الأزمات الإفريقية بشكل عام، هم بيكونوا روافع لإرادة دولية، يعني هم لا يتحركون منفصلين، وفي حالة حصول اختراقات مجدية على الأرض نتيجة مثل هذه المبادرات، غالبا بيتم، مش غالبا، ده كل الوقت بيتم دعمها بشكل مباشر وخلق الآليات الدعم سواء المالي أو السياسي. فالاتحاد الإفريقي ولا الإيجاد يتحركان بمفردهما ولا دون دعم، يعني فورا هتلاقي آليات دولية تدخل تدعم، وخصوصا أن الإيجاد والاتحاد الإفريقي هم جزء من المبادرة الثلاثية في السودان اللي كان منوط بها الحل السياسي. فمن الطبيعي جدا أنه يعني يتغير دورهم بتغير طبيعة الصراع من صراع سياسي إلى صراع عسكري، لكن في النهاية هم مدعومين دوليا، هم مجرد روافع، هم يجدوا آليات المساندة والدعم السياسي والمالي من الأطراف الدولية وأيضا من أطراف إقليمية صاحبة مصلحة في يعني تسيير الأزمات السودانية على نحو يلبي مصالحها. نحن نعلم أن الجوار المباشر للسودان هو دول عدة، ومعظم هذه الدول لها مصالح في السودان. طيب سيد فتح الرحمن، بالعودة إلى تطورات داخلية الآن فعلية، ما حصل بسجن كوبر بالأمس، القلق الموجود اليوم من هذا الدور أو هذه المجموعة الثالثة التي يمكن أن تدخل على الخط،
ويعني حتى قبل أن أسأل هذا السؤال فقط أشير إلى عاجل نحن ننقل صوره الآن، وصول رعاية صينيين إلى ميناء جدة بعد إجلائهم من السودان، نتابع إذن صور مباشرة لهم ولوصولهم. طبعا عمليات الإجلاء تتم من بورت سودان في شرق السودان إلى المملكة العربية السعودية تحديدا إلى جدة، ومن هناك أيضا ينتقلون إلى بلدانهم. نتابع إذن صورا مباشرة، يعني أيضا هناك عدد كبير من الرعايا الأجانب تم نقلهم عبر أو يعني بجهود من المملكة العربية السعودية إلى ميناء جدة، وتمكنوا من بعدها إلى الذهاب إلى بلدانهم، سواء حتى كذلك جوا وليس فقط بحرا. تمت عمليات الإجلاء فيما وصف بأنها إحدى أكبر عمليات الإجلاء في السودان. على كل سنتابع هذا المشهد وهذه الصور، ولكن بالعودة إلى سيد فتح الرحمن، مشهد سجن كوبر، الإفراج عن هذه القيادات في التيار أو حزب البشير، ويعني وجود اليوم عنصر ثالث يدخل إلى المشهد، كيف يمكن أن يتبلور؟ شكرا جزيلا على السؤال، سؤال مهم جدا. الحقيقة سجن كوبر كما قالت أستاذ أمان الطويل له رمزية، وزي وكما قالت هي يعني يهمها، هي أهم يعني سجن في السودان. الأهمية من أين تنبع؟ تنبع الأهمية من كونه يحجز فيه السياسيين، كبار السياسيين على عقود مختلفة، وإن كان الغالبية الآن للنظام السابق. لأن الرمزية هذه تعني أن السياسيين الذين أطلقوا وليس يعني ليسوا لأنهم يعني أفرج عنهم، ولكن لأنها في مثل هذه المعمعة التي خلقت شيء من الفوضى وخلقت شيء من اللامسؤولية، وبدأ الناس يحاول كل طرف يحاول أن يلعب على الحبل الذي يستطيع أن يلعب به، وتدخل في هذه المعمعة الجهات أخرى ذات لها يعني مصالح، فالدعم السريع يعني له ضلع في ذلك، وكذلك الجماعات الأخرى التي أصلا في الأساس منتظرة الفكاك من هذا الأسر. لكن أنا أعتقد الأهمية لا تنبع من كونها هي تنطوي على خطورة، أبدا أنا لا أرى فيها خطورة، بالعكس ربما من بعض هؤلاء السياسيين يجنح إلى عمل كبير يعني يساعد في الكنترول على الوضع بشكل ما. يعني أنا أعتقد بعض السياسيين يعني هم مفيدين للحراك الديمقراطي، للحراك السياسي. أنا أدرك أن هناك بعض الناس يختلفون معي على اعتبار أن بعض هذه الرموز كما يسمونهم على بعض الجهات المسؤولة أنهم الطرف الثالث عندما تكون هناك نكبة، ولكن أعتقد أن هذا المسمى غير منطقي وغير عقلاني ولا يتماشى مع الفكر الحر. يعني لابد أن يكون هناك تسامي على مثل هذه المنطلقات التي لا تفيد. أنا أعتقد السياسيين الذين انطلقوا الآن أو أفرج عنهم من السجن لم يكونوا يعني أفرج عنهم بغضاء، ولم يفرج عنهم من انطلاق أنفسهم. أذهب بسؤال إلى الأستاذة أماني أيضا، يعني حضرتك يعني تحدثت على موضوع سجن كوبر وأهمية هذا التطور، ولكن اليوم كم هو مهم في سياق أن نحن نتحدث عن معركة عسكرية لا نتحدث عن تطورات سياسية؟ هل يمكن لهذا الإفراج أن يؤدي إلى حديث سياسي في هذه المرحلة؟ يعني أنا في تقديري أشك في هذه المرحلة، وأنا مختلفة الحقيقة مع الأستاذ فتح الرحمن على أن ممكن بعض الرموز السياسية تمارس دورا سياسيا كبيرا، لسبب بسيط أنه يعني الصف الثالث من الجبهة القومية الإسلامية قد تموضعت أوضعه خارج السجن وأصبح له نفوذ على الحركة.
فمن يجيء إلى السجن سوف يجد تموضعات جديدة على الأرض للجبهة القومية الإسلامية والجماعات الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه هؤلاء يعني الذين تم الإفراج عنهم بشكل ما، يعني حتى تعبير الإفراج ليس صحيحا. فأنا أشك، لكن وهم هيكونوا معنيين بضمان أمنهم الشخصي لأنهم مستهدفين. فخطورة سجن كوبر أنا في تقديري إنها بتدي دعم معنوي كبير للنظام القديم، وأنا رغم إني لست يعني ضد النظام القديم، أو يعني أنا بقول إن ضرورة إشراك طوائف ممن لم يمارسوا فسادا سياسيا أو ماليا في النظام القديم في المعادلة الجاية حتى يضمن استقرارها، لكن هذا الخروج الكبير من للرموز التي أفسدت الحياة السياسية في السودان الحقيقة دعم كبير لنظام عمر البشير، ويعني وكل ما يمثله نظام عمر البشير من إرهاق وعنت ضد الشعب السوداني سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. وده نظام كان سلطوي لمدة 30 سنة مارس عنفا ضد السودانيين بكل المعاني، نعم، وأساء بسياساته التنموية وأفقر السودان وهكذا، وإلا لما كانت عليه ثورة. فالحقيقة لا، هنا احنا بنتكلم عن تراجع قوى الثورة بشكل كبير، وخصوصا أن بعض رموزها كمان خرجوا من السودان. بنتكلم عن عافية جديدة ووزن جديد للنظام القديم، يعني ده القيمة الرمزية للخروج السياسي من سجن كوبر. طيب أستاذة أماني، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا. أشكر ضيفنا من الرياض فتح الرحمن يوسف الصحفي السوداني، سنعود لمتابعة حوارنا معك أستاذة، ولكن بعد التطرق إلى تطورات سودانية أخرى. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تتوقع الكثير من الوفيات الأخرى في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف، وأشارت إلى أن المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 459 شخصا وإصابة أكثر من 4000. وأضاف مدير المنظمة أن أعداد الوفيات سترتفع بسبب نقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم. وأوضح أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية، وأن تقديرات منظمة الصحة تشير إلى أن ربع الأرواح التي زهقت حتى الآن كان من الممكن إنقاذها من خلال إمكانية السيطرة على النزيف بصفة أساسية، لكن المسعفين وأطقم التمريض والأطباء غير قادرين على الوصول إلى المدنيين الجرحى، كما أن المدنيين غير قادرين على الحصول على خدمات. نتابع أيضا في الموضوع الطبي في ظل هذه التقارير الدولية مع ضيفنا من ولاية تكساس الدكتور ياسر يوسف الأمين رئيس تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة. طبعا أهلا بك معنا دكتور في الأخبار الليلة وفي هذه التغطية المفتوحة. يعني أبدأ من البيان الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، الحديث طبعا على موضوع النزاع، خوف من ازدياد عدد الوفيات، ولكن بنفس الوقت في حديث عن مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة.
ما هي طبيعة هذه المخاوف فعليا؟ كيف يمكن تفصيل هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا والتحية لك ولمشاهديك. طبعا هو الوضع الإنساني الآن في السودان وضع مأساوي، هناك الضحايا المباشرون للحرب والذي كما وضح تقريركم يفوقون 400 شخص وما يفوق 4000 جريح، بالإضافة إلى ذلك في المشاكل الناتجة عن تعطل الخدمات الصحية. في تقدير نقابة أطباء السودان أن 70% من المرافق الطبية في السودان متوقفة عن العمل، إما بسبب وجودها في مناطق قتال أو بسبب صعوبة الوصول إليها من قبل الممارسين الصحيين وأيضا من قبل المرضى. كذلك هناك الوضع الإنساني الأشمل والذي يعني عبر عنه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في خطاب في أمام مجلس الأمن، وأن هناك حوالي 16 مليون سوداني هم في حوجة إلى عون عاجل، منهم حوالي 4 مليون طفل. فأعتقد أنه فعلا التحدي الصحي الماثل أمامنا هو تحدي كبير يحتاج وقف دائم لإطلاق النار ويحتاج عودة عاجلة للعون الدولي. بتكوني تابعت أنه عدد من المنظمات الدولية إما نقلت عملها إلى بور السودان أو إلى نيروبي أو توقفت عن العمل كلية في بلد ثلث مواطنيه حسب تقدير برنامج الغذاء العالمي يحتاجون مهددين بخطر الجوع. لذلك الآن ما يتم في السودان إن إحنا عندنا غياب لنظام صحي مستقر، عندنا تهديد للكوادر الصحية بسبب الحالة الأمنية، وده فعلا زي ما تفضلتي سيؤدي إلى سواء موت مباشرة بالحرب أو نتيجة للأمراض الأخرى الغير متعلقة مباشرة بالحرب. طيب بالنسبة للهدنة التي حصلت يعني بظل خروق لهذه الهدنة، ولكن هل في أي تقارير تتحدث عن تمكن المستشفيات من تأمين بعض الاحتياجات التي لديها والتي نقصت كثيرا في أيام القتال؟ نعم، أعتقد أنه حدث تحسن طفيف، وسبب التحسن ده أنه التحسن الطفيف الحدث في الحالة الأمنية سمح بنقل بعض المعدات والإمدادات الطبية المتواجدة أصلا في الخرطوم وإيصالها للمستشفيات. كذلك سمح بحرية الحركة بشكل نسبي للأطباء والممرضين والعاملين الصحيين. فقطعا وقف إطلاق النار وإن كان هو قلق لكن هو أسهم في تحسن الحالة قليلا، لكن أعتقد أنه ده تحسن مؤقت لأن الإمدادات المتواجدة في السودان مصيرها أن تنتهي، وكذلك حجم الحوجة هو يفوق حجم المتوفر بكثير. أصلا النظام الصحي في السودان هو نظام صحي متهالك من قبل الحرب الواجب، فما بالك الآن وقد يعني ضربته هذه الحرب يعني. فالواجب أن احنا نعمل بسرعة على استمرار وقف إطلاق النار وعلى انسياب الدعم الأجنبي. حاليا ما يجري في السودان حقيقة هو ملحمة يقوم بها السودانيون وحدهم في التعاون والعمل مع بعض للحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي وليتمكنوا من أن يتعايشوا مع هذه الأزمة الحالية. طيب بالنسبة يعني للتقارير كذلك حول المستشفيات الموجودة بالمناطق المحيطة بمناطق الاشتباك، إلى أي مدى اليوم نتحدث عن مستشفيات عاملة؟ نقابة الأطباء كانت قد أصدرت بيان حول هذا الموضوع، ولكن هل في مازال هناك أي مستشفيات قادرة على العمل هناك؟ في السودان في حوالي 79 مستشفى رئيسي، العاملين منهم 22 مستشفى حسب تقديرات نقابة أطباء السودان. في 19 مستشفى أغلقت بسبب أنها في مناطق بتاعت قتال، في 12 مستشفى قصفت بشكل جزئي أو شبه كلي، في 12 ممارس صحي بين طبيب أو طالب طبي أو ممرض استشهدوا على الأقل 12. استخدام الطرفين المتحاربين للمستشفيات كساحة للقتال طبعا هو يخالف القانون الدولي ويخالف كل اتفاقيات حقوق الإنسان، وكما يعني تمكنوا هما من القتال بعيدا من السفارات إذا كانوا ولا بد أن يتقاتلوا فليتقاتلوا بعيدا من المستشفيات والمرافق الصحية. طيب أيضا يعني يعني دعنا فقط نشير إلى الأخبار العاجلة التي يفيدنا بها الجيش السوداني. المعركة الآن لحسم تفلتات ميليشيا الدعم السريع ودحرها من الخرطوم، هذا طبعا وفقا للجيش، إضافة كذلك إلى معطيات أخرى يفيدنا بها تتحدث عن أنه لا تفاوض مع المتمردين في جنوب السودان أو في دولة أخرى. واضح جدا أن الجيش يحسم موضوع المبادرة التي
التي أتت من جنوب السودان بإطار التفاوض مع قوات الدعم السريع على ما يبدو يرفض رسميا هذا الموضوع عبر تصريحات للحدث. هناك أيضا تأكيدات من الجيش السوداني أن البرهان لن يسافر لأي دولة حاليا للقاء قائد التمرد. إذن على ما يبدو هناك جواب على مبادرة جنوب السودان. كان في معطيات بحسب وزير خارجية جنوب السودان أن البرهان رحب بهذا الطرح من جانب الدولة الجارة، ولكن يبدو أنه الآن في تأكيدات على أنه لا يكون هناك أي تفاوض مع من يسميه الجيش بالقوات المتمردة، طبعا قوات الدعم السريع. نتابع هذه التصريحات أول بأول وهذه التطورات فور ورودها. أيضا ننتظر موقفا من قوات الدعم السريع إزاء هذه المبادرة، ويعني بإطار يعني أي مستجدات أخرى. دكتور ياسر، أعود لحضرتك بالوضع الصحي. اليوم كان في مخاوف من استهداف أطباء، تابعنا بالساعات الماضية الحديث عن طعن طبيب. فعليا هل في استهداف سواء للأطباء أو للأطقم الطبية كاملة؟ طبعا من الصعب معرفة إذا كان الاستهداف للأطباء متعمد، لكن نحن ما تعلمناه من الحروب الأهلية في الدول الأخرى أن الطرفين المتصارعين قد يستهدف المستشفيات والمرافق الصحية بغرض الضغط على الطرف الآخر، لذلك القانون الدولي يحرم مثل هذه الممارسات. ما يمكن تأكيده كما أسلفت أنه على الأقل 12 مستشفى قصفت و12 ممارس صحي قد قتلوا، فده بيوري أنه على الأقل الطرفين المتحاربين ما واضعين حماية الممارسين الصحيين كأولوية بالنسبة لهم، ولا واضعين احترام القانون الدولي في الاعتبار. وأعتقد أن احنا كلنا كمجتمع مدني وكإعلام يجب أن نطالب أنه إذا كان هذه الحرب ستستمر لابد من احترام القانون الدولي، لابد من حماية المؤسسات الصحية، لابد من رفع الرصاص عن صدور وأعناق الأطباء السودانيين والممارسين الصحيين السودانيين. الكارثة الصحية في السودان الآن متفاقمة لحد بعيد، والسبب الوحيد أنه الآن عندنا شبه بقايا نظام صحي هو بسبب العمل البطولي الذي قاعد تقوم به الكوادر الصحية في السودان في ظل إمكانيات شبه معدومة وفي ظل أوضاع أمنية بالغة الصعوبة، فآخر ما يحتاجوه هو القتال في ساحات المستشفيات أو قصف المستشفيات. بالنسبة لي الولايات الأخرى، يعني تحدثنا عن السودان، عن الخرطوم عفوا، بس يعني اليوم في تطورات مقلقة جدا من الجنينة. الوضع بدارفور طبيا، هل نتحدث عن يعني خاصة وأنه دارفور لديها تاريخ من المواجهات سابقا، هل في تجهيزات طبية موجودة بهذه المنطقة ربما أفضل من الخرطوم؟ وأيضا يعني الكوادر الطبية هناك هل هي مستعدة أكثر أو لا؟ على العكس تماما، طبعا تاريخيا الخدمات الصحية معظمها مركزة في الخرطوم، فالخدمات الصحية في على مستوى دارفور أضعف بكثير. نيالا وهي أحد أهم وأكبر المدن في دارفور كان فيها قتال شديد زي ما تفضلت الآن في قتال في الجنينة، وأعتقد أنه آخر الإحصاءات تتحدث أنه في نزوح على الأقل 20 أو 30 ألف شخص من ولاية غرب دارفور إلى تشاد اللي هي أيضا النظام الصحي فيها ضعيف جدا جدا. كذلك تتحدث الأمم المتحدة عن هجرة بين 3000 إلى 4000 مواطن سوداني إلى جنوب السودان فرارا من المعارك دي. أيضا في مدينة الأبيض قبل أيام كان في قتال شديد نجم عنه مقتل عدد كبير من المدنيين، وتم خلاله قصف 3 مستشفيات في الأبيض في كردفان مما أدى إلى توقفها. فأعتقد أنه الوضع في الولايات المتأثرة لأنه دي يعني قدرتها على تحمل الأزمات الزي دي أقل بكثير من الخرطوم حيث تتركز معظم الخدمات. يعني هذا فعلا لافت، يعني خاصة وأنه يعني كان من المتوقع أن تكون الأمور نوعا ما بالعكس. الأمراض المزمنة دكتور ياسر، سمعنا بالأيام الماضية أن هناك بعض المراكز الطبية مفتوحة لهذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت ما زلنا نسمع شكاوى من الناس أنهم غير قادرين على الوصول سواء للعلاج الكيماوي سواء للأدوية لأمراض أخرى. هذا بات ممكنا أكثر الآن أو لا؟ أعتقد حصل فيه تحسن، لكن تحسن طفيف جدا لا يكاد يذكر، أيضا بسبب أنه فيه
عدم سهولة الوصول للمستشفيات، عدم حرية الحركة للأطباء وللمرضى أنفسهم، وده يشمل كذلك السيدات الحمى. المدير الإقليمي للمنظمة الصحة العالمية حذر منه، هناك حكاية بتاعت 24,000 ولادة متوقعة في السودان في الأيام والأسابيع القادمة، وأنه بدون وجود يعني منفذ للعلاج هؤلاء السيدات حتكون في إشكالية صحية كبيرة. كان في الأيام الأولى من الحرب السودانيين في يعني وسائل التواصل الاجتماعي يتبادلون النصائح عن إنك أين مواقع القابلات وكيف يمكن إنك تتعمل ولادة آمنة داخل المنزل، والكلام ده ينسحب أيضا على الأمراض المزمنة وينسحب أيضا على الحالات الطارئة كالسكتات القلبية والالتهابات. وإحنا وثقنا عدد من الـ يعني الوقائع إنه كان في مرضى يعني بسبب سواء نقص في السوائل وأشياء يمكن علاجها بصورة بسيطة حالتهم تدهورت وأدت في عدة حالات للوفاة لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى في الزمن الكافي. وأيضا أنا زي ما قلت أنا يوجد غياب لتنسيق يعني حقيقي بمستوى دولة للتعامل مع هذه الأزمة. الأمر متروك تماما للأطباء وللممرضين ولنقابة أطباء السودان لتتحول إلى دولة خلال أيام بسبب هذه الحرب. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا من ولاية تكساس الدكتور ياسر يوسف الأمين، رئيس تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة. إذن في متابعة لمزيد من التحليلات حول لا سيما هذه الأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل، كان الجيش السوداني أفاد بها للحدث أنه لا تفاوض مع المتمردين في جنوب السودان أو أي دولة أخرى، معتبرا أن البرهان لا يسافر أصلا إلى أي دولة للقاء قائد التمرد دائما بحسب الجيش السوداني. نناقش هذه النقطة مع ضيفنا من ولاية كولورادو إبراهيم إدريس الباحث السياسي السوداني. أستاذ إبراهيم أهلا بك معنا في الأخبار الليلة وفي هذه التغطية من السودان. يعني وزير الخارجية الجنوب السوداني قبل قليل كان معنا، أكد أن هناك مبادرة طرحت على سيد السودان سيد البرهان وهو رحب بها، من ضمنها لقاء قائد قوات الدعم السريع. الرد من الجيش السوداني الآن بأنه ليس هناك أي نية بهذا الموضوع ولن يتحرك البرهان للقاء حميتي بأي مكان، هو يأتي في أي إطار؟ لماذا هذا التغير؟ بلا شك سطوة اجتماع مجلس الأمن بالأمس وتصريح ليندا غرينفيلد على أنه توصلوا أصحاب المبادرات من المؤسسات الدولية الأفريقية والدولية على إيجاد آلية جديدة للحوار. هنا أكثر من سيناريو مطروح، سمعنا عن لقاء محتمل سيكون في السعودية، الآن نسمع عن تصريح الذي تابعناه من جنوب السودان. كل هذا يشير إلى حقيقة واحدة، أنه ليس هناك حل غير المفاوضات، ويشير أيضا أكثر لوجود فعالية أكثر بعد المبادرة السعودية الأمريكية في إطار استجلاء الطواقم الدبلوماسية من الخرطوم عبر بور السودان وعبر نعم. مطاراتها. بس سيد إبراهيم يعني بس نسأل هنا يعني أين الخلل؟ يعني كان بالتصريحات حتى يعني التصريحات من جانب جنوب السودان كانت مختلفة على لسان وزير الخارجية قبل أن يكون معنا على الهواء، تحدث عن موافقة البرهان على الطرح، معنا تحدث عن ترحيب فقط من جانب البرهان. يعني هل يأتي الخلل من جانب جنوب السودان بموضوع التسرع بالإعلان عن هذا الموضوع أو ماذا؟ أتفق معك أستاذ رأي أنه هناك اضطراب في الموقف، وهذا التصريح من جنوب السودان قد يكون مستعجل. دائما في المراحل الأولى بتكون هناك يعني أسرار غير مباحة، بعدها ستنجلي الصورة. أتفق أنه هناك خلل كونه يتم تصريح بدون اتفاق كل الأطراف وعمل مشترك، ده يؤدي إلى بلبلة الموقف. لكن الحقيقة الوحيدة أن هناك مبادرات قادمة، من هي كيف ستكون هذا ما يصب له المراقبون وكل المتابعين من الإعلام وأصحاب القضية.
طيب بس فعليا اليوم هذا الإصرار على استمرار المعركة، يتحدث الجيش السوداني للحدث ويقول إن المعركة الآن هي لحسم تفلتات ميليشيا دعم سريع ودحرها من الخرطوم، تأتي بظل أنه على الأرض ليس هناك حسم، أو على الأقل ليس هناك تمشيط لمناطق كاملة لا سيما داخل الخرطوم ولا سيما المواقع الحساسة من القيادة العامة إلى المطار إلى القصر الجمهوري. ما الهدف من استمرار هكذا معارك على الأرض بهذه الطريقة إذن؟ الكل بيحاول قبل ما تفضلتي أستاذ راني في حديثك حول المفاوضات أن يكسب مواقع عسكرية، جزء منها قد تكون حقيقة، جزء منها قد تكون إعلامية، جزء قد تكون منها تكتيك في التصريحات والمواقف. الحقيقة أن الطرفان في الخرطوم الطرفان يقودان معارك الآن في هدنة 72 ساعة، تقدر تقولي 70% منها تم فيها إنجازها، لكن هناك مناوشات بين هنا وهناك. ستنجلي الصورة بعد الـ 72 ساعة أو في غضون اليومين. هذه عدم الحسم هو الحقيقة الثابتة، لكن بلا أدنى شكل كل واحد بيتحرك من خطة متكاملة. الجيش أعلن عن فكرة المرحلة الثالثة، شفنا المرحلة الأولى الدفاع، المرحلة الثانية الهجوم المكثف. الآن نرى هناك تداولية في الحلول التنشيطية وكسب المواقع وخنق المسارات التي تتحرك فيها قوة الدعم السريع من خلال أكثر من أسلوب تكتيكي عسكري وسياسي. هناك الاستخبارات، هناك جهاد الميليشيا، هناك الجيش، هناك قوة كثيرة دخلت في المعركة الحالية في حرب المدن. يعني حرب المدن تحديدا سيد إبراهيم، وحتى امتداد هذه الحرب من الخرطوم إلى المناطق الأخرى، تطورات دارفور، هل نحن أمام مرحلة جديدة من القتال أو لا؟ احنا في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي إحدى أمرين، أن تنتهي قوة وتنتصر قوة، أو أن تتمركز كل قوة في خنادقها وتجد لنفسها حماية متكاملة من أجل الوصول إلى مكاسب في المفاوضات القادمة. نعم. العالم يعني قاب قوسين أو أدنى أن يعلن عن مواقف حاسمة بعد اجتماع مجلس الأمن. نعم. هنا تبدو الأزمة. طيب يعني بموضوع أصلا مجلس الأمن وحتى بتصريحات بيرتس سواء أمام يعني بتقاريره للأمم المتحدة أو حتى كذلك بالمعطيات الأخيرة، هو يعبر عن قلق كبير من تحول الصراع إلى صراع قبلي. هل المعطيات على الأرض قد تشير إلى ذلك؟ المعطيات إن لم تتم حسمها في ظرف 24 ساعة بلا أدنى شك أنه هتكون أكثر من محور. هناك محاور لم تدخل المعركة بعد، هناك قوات اللي قادمة من جنوب السودان واللي هي متفقة على المرحلة الانتقالية، هناك قوة عسكرية أخرى للحلو ولعبد الواحد في غرب السودان. كل هذه بؤر قد تتفجر إن لم تحسم المسألة السياسية بأقصى سرعة. زائدا أن هناك ظهرت قوة جديدة بعد خروج بعض السياسيين من السجون، أعلنوا عن مواقف حاسمة ويعني بدأت تشز في أزر المعارك، وده بادرة خطيرة على الموقف. لكن الجيش السوداني أعلن موقف واضح وأعلن في بيان تصريح أن هذه القوة ليست قواهم وليست معبر عنهم، بالرغم أنهم كانوا تاريخيا في حزب واحد. كل هذه الحقائق وكل هذه المحاور المتعددة قد تبلي جهدها في أنها تؤجج الصراع ما لم يتم حسم سياسي في أسرع فرصة ممكنة. طيب أنا أيضا من ضمن الأطراف التي تتهم بأنها يمكن أن تؤجج الصراع، أريد أن أتوقف عند القيادات من نظام البشير التي خرجت من سجن كوبر، هل هي أيضا قادرة على تغيير المعادلة؟ هي لها جيوبها. يعني تاريخيا نظام البشير عدد من قواه العسكرية، ليست هناك قوة واحدة. القوة الأساسية قد تكون الجيش، لكن الأفرع تبدو في حركات جهادية حاربت في جنوب السودان وغرب السودان.
سيد إبراهيم. عفوا. تفضل. انقطع عنا. طيب إلى حين يعني أتصالح المشكلة بالاتصال مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم، أعود إلى ضيفتي من القاهرة أستاذة أماني الطويل. إذا أستاذة أماني أهلا بك من جديد معنا. يعني نتابع التصريحات للجيش، أنا أريد أن أعود وأتوقف عندها مع حضرتك. يعني نفي ونفي قاطع لأي إمكانية لذهاب إلى جنوب السودان أو أي دولة أخرى من جانب الجيش السوداني للتفاوض مع دعم السريع، بهذا ما معناه بهكذا ظرف؟ يعني لعلك كنا مع بعض قبل الموقف في البرهان إعلانه، وأنا توقعت أنه لن يستجيب. صح. يعني أنا توقعت معاكي على الهواء قبل إعلان موقف الجيش أن البرهان لن يستجيب، لأن المعطيات على الأرض لا تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. وأنا أتوقع أن مسار المبادرة الجنوب السودانية ربما يعني خدت ترحيب مبدئي لم يتم التأكيد عليه، وهي تمسكت بهذا الترحيب المبدئي وحاولت إحراج البرهان عبر إعلان الموافقة. وأنا أظن أن جنوب السودان هنا تعجل، لكن أنا أتوقع بشكل أو بآخر وفي توقيت ما قادم ربما مثل هذه الاختراقات تحقق يعني نجاحا، أو المبادرات تحقق نجاحا في وقف إطلاق النار، وخصوصا أن احنا يعني في مراحل توازن الضعف، يعني نسميه في الأدبيات السياسية نحن أمام مرحلة من مراحل توازن الضعف، أي من الطرفين لم يحسم الصراع لصالحه. بس كم يحرج ذلك جنوب السودان الآن؟ استدعاء يعني جنوب السودان أعلن ذلك رسميا، كم هذا موقف إحراج لجنوب السودان؟ وهل يعني هو يمكن أن يستمر بأن يمهد لإمكانية وساطة فعلية من جنوب السودان بهذه الحالة؟ يعني أنا لا أتوقع أن جنوب السودان سوف تفهم أو تستقبل مثل هذا الموقف على أنه إحراج يعني على الإطلاق. هم يعلمون دقة المرحلة ويعلمون مفرداتها وسوف يكونوا دؤوبين في طرق الباب، وخصوصا أنه وراهم قوة دفع دولي وإقليمي. فربما إذا استصحبوا أطراف أخرى معهم، وكانت هناك مبادرة مصرية الحقيقة استصحبت جنوب السودان، أنا أظن أن يكون ده مدخل صحيح برضو للبرهان. يعني هو مهم في المبادرات، في هندسة المبادرات من هذا النوع، أنه يتم مراعاة أطراف الصراع وقنوات التواصل معهم، يعني من هم على اتصال به، من هم القوة الداعمة له، من هو القوة التي يطمئن إليها. وعشان كده مصر لما طرحت مبادرتها الحقيقة لم تطرحها منفردة، ولكنها طرحتها واستدعت فيها وطلبت تعاون من جنوب السودان، لأنها تعلم أن قنوات اتصالها مفتوحة مع البرهان، بينما جنوب السودان قنوات اتصاله مفتوحة مع حميتي. هنا كانت هندسة المبادرة المصرية ربما أكثر احترافية. أنا أعلم أن جنوب السودان هيكون عليه ضغط من الإيجاد، وهيكون عليه ضغط من الاتحاد الإفريقي، وده بضغط ثالث من إثيوبيا، لأنه دايما بيتم مقاومة أن تكون مصر لاعبا سياسيا في السودان. فأنا أعتقد أن التوازن بين أطراف، يعني التوازن في أي مبادرة لتخاطب أطراف الصراع طبقا ل يعني نقاط تواصلهم أو نقاط ارتكازهم الإقليمي، ده بيبقى أكثر نجاح في هندسة أي مبادرة. وعدم يعني أنا بدعو الحقيقة عدم الانصياع للأفكار الغربية من الموظفين في المؤسسات الدولية، لأن بأي معنى بتعقيدات الموقع، لأن هو موظفين المنظمات الدولية بيبقى عندهم يعني إيه آليات ميكانيكية كده بيطبقوها في أي صراع، وخصوصا في إفريقيا ما بيبقاش عندهم فهم كافي، ما بيكونش عندهم تقدير كافي لعمق المشكلة أو بجدورها التاريخية وما إلى ذلك. وأنا أعتقد أن فولكر وقع في مثل هذا المأزق، يعني هو حاول يعمل توافق سياسي يلبي شروط التحول الديمقراطي دون أن يتعامل بشكل جيد مع تعقيدات الموقف السوداني، ولا ليس له
ولم يكن لديه المعرفة الكافية بجذور الأزمة، وأنا بتكلم هنا عن جذور الأزمة يعني منذ سنة 56 منذ استقلال السودان. هو تصور أنه جمع أصحاب المصلحة اللي بيسموها يعني ستيك هولدرز كفاية، أنه يسمع أصحاب وجهات النظر كفاية، بينما يعني هذه المعادلة هي معادلة فيها استقطابات داخلية واستقطابات قائمة على ثارات داخل تاريخية. فإدراك مثل هذه الأمور بيبقى مهم جدا في هندسة أي مبادرات. أنا أزعم الحقيقة أن في دولتين حول العالم يفهمون السودان فهما جيدا ويعلمون تعقيدات الموقف فيه، هم بريطانيا ومصر. فلا الأمريكان عندهم المعرفة دي، وطبعا جنوب السودان باعتبارهم شعب واحد. يعني ما سبب غياب بريطانيا عن المشهد كبير. يعني حتى بموضوع إجلاء الرعاية انتقدت بريطانيا كثيرا أنها تأخرت. شوفي، بريطانيا في لحظة ارتباك، أولا أوروبا في لحظة ارتباك نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية. بريطانيا في لحظة ارتباك أكبر بسبب خروجها من الاتحاد الإفريقي وعليها ترتيب أولوياتها الاستراتيجية ومتطلباتها الاقتصادية. فلا نتوقع حقيقة من بريطانيا ولا من المجتمع الدولي في تقديري، يعني وطبعا في ناس بتختلف معايا بس أنا مصرة على ده، إن المجتمع الدولي آلياته لن تكون مؤثرة على الأرض في هذه الأزمة. وأنا عندي يعني مثال، أو يعني عندي ما يدعم وجهة نظري في أزمة دارفور. إحنا في أزمة دارفور دي من 2003 طلع قرارات من مجلس الأمن تحت ولاية الفصل السابع. نعم. وكان عندنا اليونيميد، وكان عندنا بعثة الاتحاد الإفريقي وإلى آخره، وفي النهاية ما زال الصراع في دارفور قائما، وفي النهاية ما زلنا يعني نخسر ضحايا بشر من الدارفوريين لأسباب قبلية وأسباب الصراع السياسي في الخرطوم وغيرها. فأنا رأيي إن، وخصوصا لما المجتمع الدولي بيستخدم سلاح العقوبات. نعم. يعني مثلا برضو تاريخيا استخدم المجتمع الدولي سلاح العقوبات ضد السودان وضد نظام البشير نفسه، فتحول نظام البشير إلى الشرق، تحول إلى الصين وإلى ماليزيا، وأنجز الحقيقة قدر من النجاح في هذا التحول. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفتنا من القاهرة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، على وجودك معنا في الأخبار الليلة. أيضا نتابع في مزيد من التطورات السودانية، تحديدا من تطورات دارفور، حيث طالب وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة طالب شباب أحياء العاصمة الخرطوم بتنظيم أنفسهم في لجان لحماية الأحياء من السارقين ومحترفي الإجرام. وفي تغريدة له على تويتر أشار إلى أن الأخبار الواردة من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تدمي القلب، وأن الفوضى العارمة واستباحة كل شيء على رأسها الأرواح هو سيد الموقف، وقال إنه لا بد من التحرك لإيقاف مأساة إنسانية في الجنينة. لا للقتل الأطفال، لا للقتل الأطفال، لا لتدمير مستقبل الأطفال، لا لتدمير مستقبل الأطفال. أوقفوا الحرب، أوقفوا الحرب. كفانا دمار، كفانا دمار، كفانا دمار، كفانا دمار. نعم للسلام، نعم للسلام، نعم للتعايش، نعم للتعايش. هذا ودعت القبائل العربية في ولاية غرب دارفور إلى وقف إطلاق النار والالتزام به، كما ناشدت القبائل العربية في بيان لها أبنائها بضبط النفس وعدم التعدي على الغير وعدم المشاركة في أي عمليات تخريبية تضر بأمن وسلامة المواطنين، كما طالبت الأجهزة الأمنية بضبط النفس والحيادية والوقوف على مسافة واحدة بين المكونات الاجتماعية في الولاية. تعبنا، أن إحنا ما حنطلع من بيوتنا، من بيوتنا ما حنطلع، أن إحنا حنموت في بيوتنا، الموت واحد، إحنا أولادنا بيقوموا من الصباح عشان يجيبوا لنا موية لغاية بالليل، موية عشان نشرب، إحنا ما لاقيين، حد وين؟ حد وين يا برهان؟ حد وين يا حميدتي؟ يا أخي خافوا الله فينا، خافوا الله فينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الزول يدعيكم يقول فيكم شنو؟ الأمة كلها بتدعي فيكم. سرقة ونهيب ودمار.
رحب المبعوث الأممي في السودان فولكر بيرتس بوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الطرفين لم يحترماه احتراما كاملا. وجدد بيرتس دعوته للجانبين للالتزام التام بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعرب عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بوقوع عمل عنف في مدينة الجنينة غرب دارفور، مرجحا أن تكون خلفيتها قبلية في ظل شن هجمات على المدنيين وعمل نهب وتوزيع الأسلحة بين المجتمعات المحلية. وطلب المبعوث الأممي الطرفين أن يضعا حدا لهذا الصراع على الفور قبل أن تشهد الحالة مزيدا من التصعيد. على كل، أعود إلى ضيفي من ولاية كولورادو إبراهيم إدريس الباحث السياسي السوداني. أستاذ إبراهيم، أهلا بك معنا من جديد. يعني نقطة أساسية صراع دارفور تحدثنا عنه قبل دقائق من الآن، ولكن أعود إلى تحذيرات القبائل العربية تحاول استدراك الوضع. سيد جبريل إبراهيم كانت له تصريحات لافتة حول الوضع بالجنينة. يعني هذا المشهد يتطور بسرعة، ويعني دارفور من المناطق التي شهدت صراعات طويلة. هل يمكن لكل هذه الدعوات أن تضع حداً أو فعلاً أن تؤدي إلى ضبط النفس بالداخل أو لا؟ أنا أرجع لاجتماع الأمس في مجلس الأمن. في مجلس الأمن كان لقاء دعا له الأمين العام وشاركت فيه كل الدول المعنية في المنطقة، تحديداً من دول الخليج، من دول حوض النيل والقرن الأفريقي، ساهموا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل من آسيا وجنوب ولاتين أمريكا، كلهم أجمعوا على أهمية ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى إيقاف الحرب فوراً، الرجوع إلى تأمين فرص الحوار، ثلاثة كل السبل للتحديات الإنسانية وهذا الوضع يعني المزري التي ضحيته هو المواطن السوداني والأسرة السودانية. هذه النقاط الثلاثة أجمعوا عليها مباشرة. حديث جبريل ما يتم الآن في دارفور، الهجرة الغير معقولة، النهاردة تابعتها حوالي 1000+ من السودانيين لجوا إلى تشاد، كل هذه الحقائق بتدفع إلى أنه يجب صوت العقل يكون هو الصوت السائد وأهمية الحوار فورا. إن لم يتم هذا، هذا إعلان مبدئي لفشل الدولة السودانية. الأزمة قد تدفع إلى الفصل السابع. الأزمة قد تؤدي إلى تدخل دولي يحاول يوقف هذه المأساة على السودان. يعني نضم معنا في هذا الحوار ضيفنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية. أهلا بك معنا سيادة لواء في هذه التغطية عبر الأخبار الليلة. أيضا نفصل المشهد بدارفور، الوضع بالجنينة وإمكانية أن يعود الصراع بهذه الولايات الخمس إلى صراع قبلي. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم الأستاذ إبراهيم وأهلا بالمشاهدين الكرام. أولا عشان يعني نتناول هذا الموضوع يوم، يجب أن احنا نحدد شكل الصراع. احنا داخلين على الأسبوع الثاني وملاحظين أن مفيش حسم ما بين الطرفين، وأن الحسابات العسكرية لكلا الطرفين حسابات غير دقيقة. كل ما هو روتين يومي، معارك عسكرية ثم هدنة ثم اختراق للهدنة ثم تنديد لكلا الطرفين واتهامات متبادلة ما بين الطرفين ثم إعادة الاشتباكات مرة أخرى. الصراع صعب لأنه بيحصل في منطقة بالغة التعقيد، منطقة حساسة وهي العاصمة الخرطوم، حيث التكدس السكاني 6 مليون نسمة، وجود الوزارات ووجود الجاليات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية، فهي رمزية الدولة. وبالتالي التعامل أو الشكل العسكري يجب أن يكون محدد وبدقة. على الأرض القوات الدعم السريع بتستخدم عناصر ذات الدفع الرباعي، بتستخدم الأسلحة الخفيفة وربما المتوسطة من خلال الرشاشات والبنادق والعربيات عليها مدافع
ربما تكون صغيرة ومتوسطة بنسميها عربيات تكنيك يستخدمها أفراد الدعم السريع، وبدأوا يستخدموا دراجات بخارية ما بين الشوارع والأزقة والحواري في الأماكن الضيقة للتحرك وتوجيه ضربات ثم الاختفاء مرة أخرى. وده شغل من أشكال حروب الشوارع أو حروب المدن. الدعم السريع ما زال مركز، ودي عليه علامات استفهام كتيرة جدا، يعني ما زال مركز داخلين على الأسبوع الثاني على ضرب أماكن استراتيجية لها دلالات سيادة زي المطارات، زي مبنى رئاسة الجمهورية أو القصر الجمهوري، زي شارع النيل حيث الوزارات، مبنى التلفزيون، يعني مصمم على أنه ما غيرش من شكل المعارك. كلنا كنا متوقعين بسبب المقاومة الشديدة من الجيش السوداني أنه هيغير من شكل المعارك، لكن للأسف مصمم على السيطرة على هذه الأماكن. طيب الجزء الثاني بقى، وده هيجاوب على الأسئلة اللي حضرتك سألتيها في فكرة ليه البرهان رفض المبادرة الجنوب السودانية. الجيش على وجه الأرض عسكريا حقق نجاحات خلال الساعات السابقة، أمس حتى من أمس وأول أمس، من الواضح أن الجيش بدأ يستوعب هذه المعارك العسكرية. الجيش بيستخدم العربيات المدرعة وبيستخدم الطيارات، ودي برضو نقطة من نقاط الضعف وليست قوة، بيستخدم الأسلحة الثقيلة، وجايز يكون مجبر على هذا، لكن فعلا حقق نجاحات. استطاع أن هو يضرب معسكرات لقوات الدعم السريع في أماكن داخل العاصمة الخرطوم، ووقع إصابات كتيرة ما بينهم وسقوط أعداد لا بأس منها. استطاع أنه يضرب رتل عسكري من السيارات الدعم السريع خاصة في مناطق بحري. استطاع أجهزة الاستخبارات عنده من يعني الحقيقة من وقف خطوط إمداد ومساعدات عسكرية كانت قادمة من ولايات الغرب خاصة ولايات دارفور و جنوب كردفان. كل هذه بنحسبها نجاحات، ربما تكون هذه النجاحات بطيئة إلى حد ما، لكن نجاحات على الأرض. ودي اللي بتخلي البرهان في موضع تفاوضي أكبر، يعني ممكن لا يقبل بأي مفاوضات في هذه الساعات القادمة طالما هو ماشي في تحقيق نصر أو تحقيق مكاسب. عليه بعض، في بعض يعني لو اتكلمنا على الشق العسكري طبعا هناك بعض السلبيات في الجيش السوداني، منها استخدام الطيارات زي ما قلت لحضرتك، لأنها ما عندوش طيارات حديثة إنها تستطيع إنها تصيب الأهداف بدقة دقيقة، أو عنده ذخائر ذكية زي الحرب الحديثة، ما عندوش طيارات بدون طيار إنها تستطيع أن تحدد أهدافها. كمان في حرب العصابات يجب عملية التطويق العناصر وعزلهم عن المناطق، هو لم يقوم حتى الآن بمثل هذا. يجب عليه قطع الدعم اللوجستي والدعم العسكري في بعض الأماكن. يجب محاصرة عناصر الدعم السريع من الخارج، خارج المدن، ولا يدخل إلى المدن لعملية الاشتباك. فترة طول العزل هتخليهم يستسلموا. كل دي سلبيات أتخيل إن هو هيتداركها خلال الساعات القادمة. نعم سيد إبراهيم، بالعودة إلى الموضوع تحديدا دارفور، يعني تابعنا تصريحات لسيد جبريل إبراهيم نقلناها كذلك قبل قليل، والكل يسأل ويطرح الأسئلة حول الجماعات، جماعات الكفاح المسلح، هل يمكن لها فعلا أن تدخل في هذا الصراع؟ وهل تطورات كتلك التي تحصل في الجنانة هي لجرها إلى الدخول؟ خلفية جبريل خلفية تختلف عن مناوي وعقار، من القوة التي أتت من الجنوب. جبريل له علاقة مع الجبهة الإسلامية، جبريل له علاقات مع دول كانت تدعم الجبهة الإسلامية. جبريل كان صامتا وبدأ بالتحديد اليوم يتحدث بعد أن ظهرت القوة الإسلامية بتصريحاتها التي أججت الصراع، رغم أنه حديثه يبدو عليه الموضوعية في محاولة إقحام الشباب، إلا أن هناك بعد سياسي لهذا التحرك. لم نرى زملائي الآخرين يتحدثون، هذا يعني أن هناك لاعب جديد بدأ يخش المعركة السياسية. كما تفضل أستاذ محمد وهو شخصية
مدركة لشعب أزمة السودان، وأيضا الدكتورة أماني التي أتفق بكثير مما قالته. هذا التراكم الجديد التاريخي بدأ الآن يظهر في صورة محور جديد لمعارك جديدة فيها طرف سياسي مؤدلج له تاريخ وله مصالح في هذا الصراع. هل البرهان حينأ نفسه من هذه التحركات الجديدة؟ هل هناك محاولة للمجتمع الدولي أن يتدخل لخطورة الموقف؟ لا سيما أنه تاريخيا النظام السابق يعني أجد الصراع في المنطقة باتجاه مصر، باتجاه إريتريا، باتجاه إثيوبيا، باتجاه جنوب السودان وباتجاه تشاد. عليه هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية وفاصلة في مفترق طرق لظهور قوة جديدة تدعم نفسها، وقد هذا يدفع بالقوة الأخرى أن تعيد ترتيب نفسها لمعركة جديدة أهمها الأساسي هو السلطة، صراع السلطة. وهذا الصراع العسكري هو صراع سياسي بداية أولى، وكما فضلت الدكتورة أماني قالت من 56 هذه الأزمة مستفحلة. نعم هناك نخب فشلت في معالجة هذه القضية السياسية على مدار التجارب العسكرية والتجارب السياسية. عليه الموقف هو موقف سياسي حالي وفي مفترق طرق قد يؤدي إلى فشل أعلى، وأقولها وأكرر هذه المسألة. ما تم في سوريا، ما تم في العراق، ما تم في ليبيا، ما تم في الصومال الآن يظهر جليا في السودان. عليه المجتمع الدولي، القوى المحلية، القوى الأقليمية يجب أن تتكاتف في أجل إنقاذ السودان وهذا الشعب العظيم الذي قدم تضحيات كثيرة من أجل لقمة العيش. طيب من أجل إبراهيم، من أجل السلام، من يعني أجل... تتحدث عن دور المجتمع الدولي، يعني بما أنه نتحدث عن دور المجتمع الدولي، لفت التصريح الأمريكي الترحيب بالالتزام بالهدنة بشكل كبير، تراجع حدة القتال بشكل كبير، ولكن بنفس الوقت قوبل هذا الترحيب بانتقادات كثيرة من جانب سودانيين على الأرض يقولون أنه هكذا دائما كان المجتمع الدولي يتعامل مع السودان بطريقة بعيدة، وحتى البعض يعني وصفها بالسطحية. ففعليا إلى أي مدى يمكن المجتمع الدولي أن يحرك بالأمر الآن؟ أتفق مع هذا الرأي، لكن أنبه أن الاتحاد الأفريقي والإيجاد منظمتان وجامعة الدول العربية لهم الآن تمازج في خلق صيغة جديدة. التجربة المبادرة المصرية جنوب السودان هي اللبنة الأولى التي قامت عليها اتفاق الإيجاد اللي قرر يرسل 3 دول. موسى فكي جمع كل هذه القوة بما فيهم أمريكا، وأنا لا أعول أبدا على الدور الأمريكي، أعول فقط على الدولة الأقليمي ودول الجوار برافعة دولية. الرافعة الدولية يجب أن تحسم من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة. عليه الدول الأفريقية والدول الجوار هي أكثر الدول المرشحة في أنها تلعب دور. اختيار سيل فكير من قبل الإيجاد، وهذا الحديث النهاردة اللي نفاته الجهات العسكرية وتحديدا البرهان لعدم قبولهم لدور جنوب السودان، هذا كلام غير صحيح. جنوب السودان مع الدول الأخرى هي التي ستلعب الكرت الرابح في الدور الدولي. طيب اسمح لي أن أعود إلى سيادة اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء، يعني بظل يعني انتظار أي جهود دولية أو حتى جهود إقليمية مقبولة داخليا، الجيوش التي ما زالت تجلس على جنب داخل السودان، جيوش الثمانية كما توصف، ما هي خطورة أن تدخل في المعركة؟ أولا الأحداث العسكرية في السودان أو الصراع في السودان هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاستراتيجية الصراع الدولية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الغرب ضد روسيا والصين. أنا من التسعينات وأنا شاركت في كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية اللي كانت بترسخ فيما بعد لتواجد قوات أمريكية. أنا التحركات اللي بتحدث اليومين دول ربما ده تحليل شخصي مني أنا، لكن أنا الحقيقة مش مرتاح لها، تحركات بترسخ لي
وجود عسكرة في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة القادمة، وجود قوات كثيرة سوف تأتي إلى المنطقة، ولازم الدول المشاطئة للبحر الأحمر والدول الإقليم لازم يتداركوا هذا. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عندما بيريدوا أن يتواجدوا في منطقة بيركزوا على أزمة أو مشكلة، نعم، ثم يحولوها إلى أزمة، ثم تتحول إلى ظاهرة دولية، ثم يتحدثوا إنها تهدد السلم والأمن الدولي أو السلم والأمن الإقليمي، خاصة إن السودان ليها وضعية خاصة. السودان ربما مساحتها 1,865,000 كيلو متر مربع، لكن جيوسياسي هي تمتد إلى أبعد من هذا، تمتد ربما إلى أوروبا في المساحة، وتمتد إلى الصين، بتمتد إلى أماكن التأثير والتأثر. فموقعها الاستراتيجي قوي جدا، لأنها كمان بتطل على خطوط امتداد النفط إلى أوروبا وهو البحر الأحمر، وبالتالي اهتمام المنطقة كبير جدا، اهتمام المنطقة لتقويض العمل الروسي في السودان، وتقويض الرغبة الروسية في إقامة قاعدة عسكرية موجودة في بور سودان، أو الاستثمارات في مجال الذهب ومجال النفط، تقويض أي أفكار صينية للاستثمار في قطاع البترول والسيطرة على الموانئ السودانية، هنا إعادة تموضع مرة أخرى للسودان. نيجي للأطراف الإقليمية. الحقيقة الأطراف الإقليمية هي لازم تكون لها دور فاعل، لكنها متأثرة بشكل كبير بالدوافع الخارجية. يعني عشان نتحدث عن الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي حضرتك ضعيف جدا، يعني في تاريخه ما فيش مشاكل معينة كبيرة استطاع أنه يحلها. أبسط مثال حتى هو مخول أنه يشوف الأزمة في سد النهضة، حتى الآن دوره ضعيف. ليه يا فندم ضعيف؟ لأن 50% من ميزانية الاتحاد الأفريقي بتأتي من خلال مساعدات من الغرب، وبالتالي بيفرض عليه بعض الإملاءات وبعض القرارات، يعني هو مش سيد قراره. وكذلك الإيجاد، وكذلك طيب، منطقة المناطق الإفريقية إثيوبيا أو جنوب السودان. نحن للأسف انتهى وقت البرنامج، ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية، والشكر موصول كذلك لضيفنا من ولاية كولورادو إبراهيم إدريس الباحث السياسي السوداني، شكرا لكما. أيضا في هذا التقرير الأخير قبل أن نختم، إلى مصر يصل آلاف من السودانيين كل يوم عبر الطرق البرية هربا من الأحداث هناك. ملايين السودانيين يعيشون في مصر، ومن النازحين ما يستقر في أسوان أقرب المدن المصرية للحدود وللثقافة السودانية، ومنهم من يتجه لمدن أخرى خاصة القاهرة في كنف الأقارب أو المعارف. مراسل الحدث التقى إحدى العائلات الفارة من السودان ونقل قصتها في سياق هذا التقرير. أن تعود إلى منزلك مطمئناً أنك ستجد أسرتك في أمان، هذا يساوي الكثير عند عبد اللطيف حامد المقيم في مصر منذ سنوات، بعد أن كاد القلق يفتك به خوفاً على أسرته التي كانت تحاول الهروب من الاشتباكات الدائرة في السودان، ووصلت بسلام إلى مصر منذ 3 أيام. أنا كنت قلق جداً، وكنت متابعاً بالتلفون عبر التلفونات وعبر الواتساب. لحظة إنه الاتصال يتقطع بيني وبينه بكون دائما خايف وعايش في رعب شديد إنه البلد ما آمنة، يعني حتى لحد الحمد لله لحد ما وصلوا أسوان وكنت متابعهم خطوة بخطوة كلمة بكلمة. قرار الخروج من كسلة ومن السودان صوب مصر اتخذته السيدة سوسن وابنتها ريما خوفا على أولادهما. قبل الحرب كانت صعبة، وهسه زاد الوضع سوء. عندنا العيش في المخابز ما في، الغاز ما في، كهرباء ما في، مويه ما في، يعني دي ضروريات الحياه انعدمت تماما، يعني في اي لحظه نحن ممكن نضيع، اولادي يضيعوا مني. اما الرحله الطويله التي استغرقت 3 أيام فكانت خليطا من المشقه والخوف. في الطريق ما زي لما تكون ماشي، انت بتكون ماشي خفيف، الاولاد عايزين يشالوا، عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، عايزين يناموا مرتاحين، فهمت؟ بعدين صوت النار، الاولاد بيخافوا بيترعبوا. في الايام العاديه غير الحرب كان في نهب، يعني انت بتجي ماشي بالعربيه في نهب، في ضرب، في ناس بيموت وكذا في الطريق. يعني هسه احنا لما جايين قلبنا في يدنا، في المرعب. يعني بيقتلوا بعض في الشوارع والرصاص، البباني بتوع والحريق. لا احنا محتاجين دكتور نفساني والله العظيم، يعني يعني انا ما عارف، انا ما قريت علم نفس، لكن الوضع من جوا خربان، يعني
يعني مستحيل انك تشوف يعني انت في لحظه وانت قاعد في بيتك مطمئن فجاه تلقى نفسك جيت لاجئ. اخيرا تم لم شمل الاسره بعد عناء تركوه وراء ظهورهم مع ما تركوه من امتعه في بيتهم المغلق في كسلة، فهم جاءوا باقل القليل من الملابس ويشعرون بعدم ثقه في ان محنتهم ستنتهي قريبا. تامر نصرت، الحدث، القاهره. ختام الأخبار ليلى، لكن تغطية مستمرة. شكرا وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.